القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، عنوان الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة في عمان بمشاركة رؤساء 16 برلمانا وممثلين عن باقي البرلمانات العربية. توصيات وقرارات عدة خرجت بها اللجان التحضيرية لأعمال الدورة الحالية، والتي قررت اللجنة التنفيذية وضع ما تم التوصل إليه أمام رؤساء وفود البرلمانات المشاركة. أبرز القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي إقرار ما صدر عن جائزة التميز البرلماني، الموافقة على إدراج بند طارئ على جدول أعمال المؤتمر بشأن تنسيق المواقف ذات الاهتمام المشترك، إعداد النظام الداخلي للاتحاد وفق التعديلات المقترحة على ميثاق الاتحاد البرلماني العربي، إقرار عدد من مواد قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية وفق رؤية الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية، فصل القانون المتعلق بالمرأة والطفل إلى قانونين استرشاديين يعنى الأول بالمرأة والثاني بالطفل وفق قرار الفريق القانوني وبإجماع الشعب البرلمانية العربية الأعضاء. فرصة لإعادة اللحمة للعمل البرلماني العربي وتوحيد للمواقف بما يمكن من التنسيق والتحشيد لقضايا الأمة المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، هذا ما شدد عليه رئيس مجلس النواب عاطف الطراوني مؤكدا فخر الأردن بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وأن المملكة لن تقبل حلولا أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي في المدينة المقدسة.